السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. السيطرة على حريق سيارة مواد بترولية بالطريق الدائري الإقليمي. الخبر اللي معانا بيقول: نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في السيطرة على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدائري الإقليمي. ومن جهة أخرى تم الدفع بالخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية في الاتجاه الآخر وغلق المرور في اتجاه الحادث حتى تم السيطرة على حريق السيارة. وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك صور اشتعال النيران عند الكيلو 10 بالطريق الإقليمي بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية، فيما أظهرت الصور ارتفاع ألسنة اللهب وتطاير المواد البترولية. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر. وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.